رمضان خلص بس لسه احتفالاته ما خلصتش، والنهارده بتقوم اكبر مؤسسه صحفيه في مصر مؤسسه الاهرام بتكريم افضل اعمال رمضانيه ونجومها. خليكم معانا. تكريم الاهرام بيدل على اهميه المسلسل وعلى وصوله لشريحه كبيره جدا من المجتمع المصري، ودي حاجه انا فخوره بيها جدا ومبسوطه ان انا النهارده انا وكل اسره مسلسل عايزه اتجوز مش انا لوحدي موجودين هنا عشان نتكرم من اكبر مؤسسه صحفيه في العالم العربي. الاهرام صرح عظيم في تاريخ الامه لما يعمل احتفاليه لتكريم 50 فنان خلال شهر رمضان من خلال اعمالهم الدرامات اللي قدموها، ده شيء رائع ويعني احتفالية كبيرة جدا لا ننساها ولن تنساها الأجيال. هذا صرح كبير زي الأهرام، ده شرف كبير جدا ليا، وأنا سعيد بتجربتي فعايز أتجوز لكذا حاجة. يمكن لأول مرة بتعامل مع هند صبري اللي أنا بعتز جدا بصداقتها وعلى مستوى الإنساني أو الشخصي أو الفني، ويمكن أول مرة أعمل أخرج تلفزيون، يمكن الشروق دار الانتاج الفني اول مره بتنتج، يمكن كان كل حاجه لاول مره، فانا سعيد جدا بالمسلسل ده. يعني هذا فعلا راي الجمهور وهذا فعلا راي النقاد، فعلى كل زمايلي اللي خدوا جوائز النهارده انهم ينبسطوا بيها جوائز حقيقيه. يعني مبسوط جدا من قراء الاهرام، مبسوط قوي بالفكره الاستفتاء، ودي هتديني مؤشر كبير قوي للي جاي ان شاء الله. أنا قدمت عمل أنا مؤمن بيه ومؤمن بما يقدمه والأفكار اللي مطروحة داخل العمل، وفي الآخر العمل يعرض وجهة نظر ما بيفرضش، وإحنا متفقين إنه العمل الفني يعرض ولا يفرض. أي حد هيختلف ومش هيسمع هيقلب القناة، أو هيسمع للآخر ويفكر هو بوجهة نظره وممكن يفكر معانا أو نفكر بطريقة، في الآخر العمل الفني هو بيعرض وجهة نظر. أشكر الأهرام وأشكركم كلكم أنكم موجودين، أشكر كل القائمين على شيخ العرب همام من أول المخرج طبعا الكبير أستاذ حسني صالح، والمدرسة اللي أنا اتعلمت فيها دكتور يحيى الفخراني وأستاذ عبد الرحيم كمال وصابرين الفنانة العظيمة، وبشكرهم كلهم، وكان مسلسل رائع وانبسطت قوي أن أنا اشتغلت فيه. عند المشاهدين، وده كان لتميزها الفني. نور حسين، نايل لايف. نهاركم سعيد، احنا النهارده نازلين علشان نعرف اهم خبر لفت انتباه الشارع المصري في جرايد الاسبوع ده، خليكم معانا. السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهوريه متابعته المستمره والدؤوبه على متابعه كل شيء بنفسه سواء في الداخل او الخارج. اكثر خبر لفت انتباهي في الجرايد واللي هو فتح باب التقديم للانتخابات مجلس الشعب، ارتفاع اسعار اللحمه، النادي الاهلي طلع من بطوله افريقيا. اكتر خبر لفت نظر الاسبوع ده اللي هو احتفال اليابان بقنبله هيروشيما. اكتر خبر لفت انتباهي اللي قريته في الجورنال النهارده ان اللحمه في المجمعات الاستهلاكيه ب 35 جنيه. اكتر خبر لفت انتباهي الاسبوع ده غلاء الاسعار في ارتفاع مستمر بدون توقف. لفت نظري خبرين كانوا عن احمد رفعت وحازم امام، الخبر بتاع الجائزه بتاع تامر حسني، واكتر خبر بصراحه صعود مصر لنهائيات كاس الامم الافريقيه للشباب، ده يعتبر تعويض للنادي الاهلي. اكتر خبر لفت نظر الاسبوع اللي فات ان الاسعار ابتدت يعني تنزل شويه. اخر خبر سمعته اليومين دولت اللي لحمه في المجمعات ب 35 جنيه. ترشيح المهندس سامح فهمي في مجلس الشعب، الخبر ده عجبنا كلنا وراجل يستحق وبنتمنى له كل توفيق باذن الله.